هو ما قال راح يكون هناك ابعاد للكادر، صح. ماكو ابعاد او اقاله للكوادر التدريبيه والكوادر المساعده اللي وياه. بالتاكيد هو يرى حاجه في انه يكون مستشار او مدرب مساعد يكون معاه في هذه البطوله، عنده خبره كبيره ومن حقه. بطوله كبيره، بطوله مهمه، بطوله، ويقول لك ما بيها تدريب البطوله يعني فقط مباريات وتصفيات. هذا اللي راح نواجهه بالبطوله، يعني كل يومين والثالث مباراه او كل ثلاث ايام مباراه، او هي كل يومين والثالث مباراه، فقط تصحيح، استشاره، فيديو التصحيح للاخطاء، يعني هاي الامور، تحليل، هاي الامور اللي راح تواجهه. فهو اقرب للكادر، اقرب، يعني يعرف ما هي احتياجات الكادر التدريبي، ما هي احتياجات المنتخب الاولمبي في هذه البطوله، فمن حقه انه يطلب مستشار عنده خبره في مثل هذا، في مثل هذه البطولات. حلو. شغله ثانيه راح تواجه المنتخب، احنا اغلب المنتخبات اللي راح تشارك بالبطوله هي راح دورياتها راح تتوقف. خلص خلصت يعني. خلصت تقريبا. فراح يصير عندهم فتره اعداد جيده جدا. المنتخب الوحيد اللي راح نعاني هو منتخبنا حقيقه، والله يعين الكادر التدريبي على هذا الموضوع. يعني دورينا يخلص بالسابع، ايش وقت راح تتفرغ اللاعبين انت؟ ايش وقت راح تعدهم للبطوله ومعسكر وكذا؟ وما اعتقد الانديه راح تفرط بلاعبيها، يعني ما اعتقد. هاي المشكله حقيقه راح تواجه الكادر التدريبي. المشكله هي طبعا هي راح تواجه هاي المشكله، وحتى انه اليوم الانديه يقول لك اني لا قبل البطوله فرغ اللاعبين، لكن في حال معسكرات وكذا. النادي من حقه يقول لك انا داخل دوري، فرق تنافس على الدوري، فرق تنافس على الهبوط، فرق تنافس على الابتعاد عن مراكز الهبوط، فيقول لك انا افرط بلاعبين وعندي مباراه مهمه. فهي المنتخب والكادر التدريبي حقه، وايضا الانديه حقها. شلون راح نوفق بين الطرفين؟ الله اعلم. الله يكون بعونهم. موضوع اخر، يعني سؤال هيك عرضي اجى في بالي، لو عرض عليك انه العمل مع راضي شنيشل ضمن الجهاز الفني وانت مدرب الان اول، تقبل بالمهمه ام لا كمدرب مساعد؟ طبعا شرف العمل مع كابتن راضي، انا تعاملت معاه بالزوراء حقيقه فتره من الفترات، استفاديت من عنده كثيرا حقيقه، يعني كثيرا استفاديت من تجربتي معاه القصيره اللي كانت، فيشرفني اكيد ان اكون من ضمن تعمل مدرب مساعد. انا قلت اثنين، يمكن تصريح سابق طالع اثنين فقط ذا اريد اعمل معاهم، كابتن راضي وكابتن عدنان حمد. بس تعمل معهم